ده كان احمد الشناوي بس اللي موجود، يعني كان بديله ليه؟ كان ما احمد ميهوب كان ميهوب كان موجود. كان شريف مسافر اجازه اعتقد، كان بدا اجازته صح. لكن شريف قبليها، كان قبليها بفتره كده كان في حاجه مشكله كان في ركبته، تمام، استاذن من الجهاز وان هو يطلع المانيا بس يكشف عليها وسمحنا له بكده، تمام. وفي نفس الوقت ان هو الفتره دي ممكن يريح فيها، وكان في موجود الشناوي، كان في ميور، كان في يوسف، وجوان كويسه وهي مستقبل النادي. فطبعا الدنيا مشيت يعني ومشيت كويس قوي يعني. بتقيم ازاي اداء حراسك على مدار الموسم مش بس في بطوله الكاس؟ انا عايز اقول لك بس يعني الشناوي يمكن اكتر واحد خد مباريات معانا بيراميدز. انا حضرت 25 مباراه في الدوري. انا عايز اقول لك بس يمكن الشناوي رجعت الفريق بوجود يوريشيتش صح؟ ايوه قبلها مع تاكيس ما كنتش حاكي اللي موجود. لا ما كنتش موجود، كنت في يوتشر ساعتها بالظبط مع ريكاردو فيرموزيني. جينا تقريبا في الاسبوع التاسع، بعد الاسبوع التاسع تمام. عايز اقول لك ان مثلا احمد الشناوي في اول 10 مطوشة من اول ماتش زد تقريبا كان بدايه لحد ماتش المصري اللي اتصاب فيه 10 مطوشة كان عامل 8 كلين شيت تمام. داخل فيه 3 اجوان منهم جون ضربه جزاء في ماتش في فاركو. اداء مميز جدا 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 خلال الفتره دي. تعطل شويه ماتش المصري اللي اتصاب فيه اصابه بلغه الكوره رخمه شويه. رخمه كانت عباره عن ايه؟ هي كان في اصابه في كعب رجل، يعني في تمزق في عضله كعب الرجل دي. تمام. عارف اصابه رخمه بالنسبه للجون، لان الجون كل شغله في الجبات وفي الجري والحاجات دي مهمه جدا بالنسبه له. ايوه. فكانت اصابه رخمه شويه. في الفتره دي اشتغل شريف ظهر بمستوى رائع. ثلاثة كلين شيت اعتقد من الاربع ماتشات اللي لعبهم. كان ماتش اسمه سيراميكا والاسماعيلي. الاسماعيلي ده كان ماتش جامد قوي لشريف. سيراميكا كان هايل. يعني كان هايل، قدم مستوى رائع.